بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض فيها يابسة وفيها ماء، اليابسة والماء، الماء ثلاث ارباع الأرض واليابسة الربع. ليه؟ لأن الأرض دي عايزينها تنبت أشياء نعيش منها، نعم، والماء الإنسان لا، وعايزين مية تبقى عذبة لأن الماء الملحة ما تصلحش لنا، يقوم يخلي رقعة الماء أوسع من رقعة الأرض. ليه؟ قال لك لأن المياه المالحة مخازن المياه، ربنا عملها ملحة بس عشان يصونها من العفن. بعد ذلك تتعرض للجو وللشمس ويطلع منها البخار، لما يطلع منها البخار يعلى يعلى يكون سحاب، حتى إذا إيه سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. طيب، وتنزل مية عذبة، لما تنزل المية العذبة تجري في الأنهار، الأنهار نشرب منها ونسقي حيواننا ونروي نباتنا. وإزاي؟ قال لك إن كانت الأرض رملية تمص لتحت، وما كانتش رملية صلبة أو طينية تقوم ترميه في الإيه؟ في البحر، في المصب، ولذلك يسمونه إيه؟ مصب. حكمة الخلق الآية أن مجاري المياه العذبة أعلى مستوى من المياه المالحة، ولو أن الأمر بالعكس لطغت المياه المالحة على اليابسة، يقوم اللي احنا عايزينه لازم يبقى ايه اعلى مستوى اعلى. بينهما برزخ لا يبغي، ما يبغيش ايه. ولذلك تجد العجب بقى في القدره بقى، يقول لك ما تفتكرش ان انا عملتها كده عشان قال النبات ما ينبتش ويطلع الا في المياه الايه العذبه، انا هخلي كده في الحصه مالحه كده واجي على شواطئ الملح كده واديك اجود انواع الثمار. لو رحت العريش يستعجب، تقوم تجد هناك ايه النخل كله على شط البحر. الله، شيء عجيب. امسك بقى التين اللي احنا بناكله نسميه التين العجمي، كله ما يجيش الا على الحته المالحه. يقول لك انا قدرتي بقى تعمل العجب، مع ان قدرتي تعمل العجب يعني انا مش محكوم انا اعمل اللي انا عايزه. ولذلك لما يجي يضرب البحر يبقى جبل ويمر منه يبس. طيب، وما بقى في الصحراء يضرب الجبل يطلع ميه. الله، إذن قدرته الحق لها طلاقة، اوعى تفتكر انها مقيدة بشيء. ولذلك جابها في الخلق الاول في ادم الى ان تقوم الساعة. ادم خلقه من جماد ونفخ فيه الروح، مش كده؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ خلق من ادم الذكر ده حواء. طيب، وبعدين خلقنا احنا كلنا من ذكر ومن انثى، لكن دي مش شرط. طب ما انا خلقت عيسى من ايه؟ من ام دون اب، وخلقت حواء من اب دون ايه؟ دون ام، وخلقتكم جمهره من اب وام، ويبقى الاب والام موجودين، واجعلوا من يشاء عقيما. الله، يبقى اذا في طلاقه ايه؟ طلاقه قدره. يقوم يخلي السمك يبقى في الماء المالح والسمك في الماء العذب. ومن كل تاكلون لحما طريا، ما خدش ده حادق وده ايه ده دي عظمه ولا مش عظمه. وبعدين ده في البحر، وبعدين زي ما قلنا في اللباس فيه ضروره وفيه لباس رياش يعني زينه ولباس التقوى. قال لك هو في البحر كده بناكل اللحم ده عشان يقوت ومش عارف ايه، وناكل جمبري وناكل كابوريا وناكل مش عارف ايه وانواع كثيره من الايه من الاسماك، ولما نعوز بقى الرياش نطلع لؤلؤ ونطلع الايه المرجان. الله، تستخرجون منه ايه حلية ايه تلبسونه. كذلك الارض، في ارض خصبة تطلع زراعة، وبعدين جبال، نشوف بقى في الجبال بقى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود.
كل زمن يتأتى فيه في الجبال المعادن اللي أعلى أغلى معدن هو إيه الآن؟ الماس. أهو بيجي من الإيه؟ من الجبال. الله بعدك. ولذلك قال لك لو أنت أخذت قطعة من محيط الأرض إلى مركزها وشفت إن كانت خصبة طلعت إيه؟ وإن كانت جماد ولا صحراء طلعت إيه؟ تقوم لما تحسب دي تقوم تلاقيها دي أدت زي دي تمام، بس كل حاجة لها إيه؟ لها أوان، بترول له أوان، معادن له أوان. يجي مثلا في الجبل الحجر منه مثلا يعمل مرمر، ومنه يعمل رخام، ومنه يعمل جرانيت، ومنه يعمل ايه الحجر العادي. الله، يبقى اذا زي الارض ما بتنبت منه، ينزرعوا في حاجه واحده وجدر واحد، وفي الارض قطع متجاورات، مش كده؟ وجنات الى اخر ما. وبعدين يتكلم فيها ثاني يقول يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. الا ناكل ده وده يبقى مر رميه، وكل ده يبقى عذب حلو، وده حر يوم مش ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد، وياخدوا شعيرات تطلعها بالله. طب من الذي علم هذه ان تنتخب؟ هم علماء بيقول لك ده ظاهره الانتخاب، انتخاب الغذاء. طب من اللي بينتخب؟ النبات هو اللي بينتخب؟ ده الانتخاب ده واحد لازم يكون يقال ده كذا وده كذا وده كذا، انما هي قدره الايه؟ قدره الحق. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الايه؟ في الاكل. ادي في الارض ايات للايه؟ ايات للموقنين الذي يتيقن انها مخلوقه من قادر، وقادر حكيم، وحكيم وعادل وكل وقيوم. كل دي نعرفها من ايات الايه؟ من ايات الارض. ولذلك آية أعوذ بالله من الشر أم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف ألوانه كذلك. ثم يعقبها بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب ما ذكرش حكم شرع هنا، لا ذكر صلاة ولا ذكر. يبقى العلماء بإيه؟ بكل ما في الوجود، عالم نبات، عالم حيوان، عالم الإنسان، كل حاجة. ما جابش أحكام شرعية هنا. يبقى العلم الوصول إلى حقيقة نافعة، بس حقيقة نافعة في زمن الدنيا ولا حقيقة نافعة في الآخرة؟ يبقى الحقيقة النافعة في الدنيا هي اللي بقول لك على هذه، والحقيقة بقى النافعة في الأخرى هي الإيه؟ استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هي حتديني الحياة الإيه؟ وإن الدار الآخرة لا هي الإيه؟ لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أدلة الحق التي بصفها في الوجود لتدل على الوجود الأعلى بكل صفات الكمال. ويجي بقى في الحته دي يقول لك هذه ادله في الكون المحيط بك، ولكن فيه ادله في نفسك انت من غير الكون ده خالص، ما بصيتش في الكون، انت بص في نفسك. ازاي بقى؟ قال لك القمه الايمانيه ان تؤمن بوجود اله له قدره على خلق الخلق وتدبير حركاتهم على اختلاف انوالها، وتؤمن بأنه واحد، وتؤمن بأنه لا يدرك، لأن الذي تدركه يبقى بصرك أقوى منه لأنه أحاط به، فلو أدرك يبقى ما ينفعش بقى إله. يقوم يقول لك تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبذكها الأولانية وفي الأرض آيات المقنين وبرضه في السماء ومش عارف إيه، دي بتدلنا على إله، لأننا بصينا في الكون حوالينا لازم نستنبط إن في إله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يوقع الكافرين في الفخ، انت عارف، في اليك زي ما بيقولوا، يقول لهم تعالوا بقى ولئن سألتهم من خلقكم يقولوا مين؟ الله. الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله. ليه ما قالوش لي فين؟ طب ده في ناس تدعي الحد كتير يقول لك لا أنا اللي خلقك، لم يقولها أحد. ليه؟ لان ما فيش واحد يقدر يدعي انه خلق نفسه،
لانه ايه اتولد رضيع لا ما يعرف حتى يتاكل ايه ولا ينفرد ولا يتحرك, يبقى ما يقدرش بقى بعد كده يقول انا اللي خلقت نفسي. وطرأ على كون ما يقدرش يقول انا اللي خلقته لانه هو اتولد لا. يبقى الحتتين دولي اللي ما يمكنش حد يكترئ ويقول انه انا اللي خلقته. ربنا بيرجمهم وان سالتهم يقولوا كذا يقولوا كذا يقولوا كذا. ولذلك يقول ايه خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لو هم اللي خلقوا كانوا قالوا لا ده خد منا الكون ده احنا اللي خالقين, محدش قال حكم بان لا يقولها احد, مع ان في ملاحده كتير. قال لك لان لو اي ملحد يقول انا اللي خلقت ده انت اتولدت خلق السماء انت طرأت عليها, يبقى لا يمكن ان تقول هذه ولا ان تقول هذه, يبقى قضيتين. يقول لك ادي في الكون وفي انفسكم بقى بالشكل ده يوجد الوجود الاعلى المدبر للكون اللي بيه حياه الخلق كلها. نيجي في نفسك يقول لك ايه انت عايز تشوفه؟ ربنا رد على ايه موسى؟ قال له ارني انظر اليك. قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني أنت تكوينك ما يسمحش بأنك ترى هذه القوى العظيمة. الجبل أشد منك فإذا تجليت عليه يبقى اندك. ولذلك خر موسى إيه؟ صعقة. إذا كان موسى صعق من رؤية المتجلى عليه فكيف إذا رأى المتجلين؟ الله يعمل إيه؟ مش ممكن. تقول له في نفسك بقى الدليل. إذا خرجت الروح ما الذي يحدث للجسم؟ بقى رمة ويتفتت وينتل وتبقى شغلات. طيب بقى الروح هي اللي كانت بتدير الجسم وتدي لكل جارحة ولكل جهاز حركتها ليؤدي مهمته. فإذا خرجت الروح انتهى. امسكني بقى, هل الروح التي فعلت ذلك بمجرد ما خرجت بقت رمة أدركتها؟ هل رأيتها بعينك؟ لا. سمعتها بأذنك؟ شمته؟ لمسته؟ فإذا كان الله قد خلق ما لا يدرك فكيف تطلو مما لا يدرك إنه هو يبقى يدرك؟ ده خلق ما لا يدرك. يبقى في نفسك. وأيضا يقول لك انفق في سبيل الله عشان الغلابة اللي مش عارف إن أنا عامل الغلابة دول كون وعايز ضروري دول. الله إزاي؟ قال لك عشان يثبت القدره دي ذات قوه وده ما يطيحش وده يطيح هنا وده ما يطيحش. الله مش طلاق مش قدره مش ميكانيكي, قدره مراده عشان نعرف ان ربنا له اراده عمل دي كده وعمل دي كده. وبعدين يعطي من سلب منه شيئا فوق ما سلب منه بس احنا ما بنتنبهش اليه. طيب فتقول له إذا أنت لا تدرك روحك لا رأيتها ولا شمتها ولا لمستها فإياك أن تتسامى عشان تقول أنا أدرك الخالق لأنك لم تدرك مخلوقا لله. فإذا عجزت عن إدراك مخلوق أتتسامى إلى أن تدرك خالقا؟ يبقى ما تنفعش. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب تعال في أنفسكم أفلا تبصرون. يقول لك أيوه أنت عايش مثلا في منطقة حارة وأخ لك يعيش في منطقة باردة في الجليد من فوق, حنقيس حرارتكم كنتوا الاثنين, انت في منطقة حارة وهو في منطقة بليد, تطلع الحرارة كلها 37. فلا انت تأثرت بالحرارة فزادت حرارتك ولا هو تأثر بها فايه هي 7. اكن ربنا خالق الأجهزة دي على ان 37 دي هي بها استقامة الجوارح, إن اختلت درجة لازم يبقى في خلل في الجسم. ولذلك أول ما يجي الطبيب يعمل فيك إيه؟ ضروري يقيس الإيه؟ ياخد الحرارة وبعدين يقيس النبض وبعدين يقيس الإيه؟ يسموه إيه تاني؟ تاني إيه إيه إيه؟ الضغط. الله فيه أشياء عشان استقام, إنما تجدها متفقة في كل البيئات حارة أو باردة ما تختلفش. طيب ما دام ده احنا نعرف بعلمنا ان في حاجه استطراق, اول استطراق انه ندركه استطراق الماء. ساعه الماء ما تنزل من السماء
ما تستقرش على الأعلى إلا إذا امتلأ الأدنى، يعني تنزل على الوقت على طول لما يبقى يعلى كده وكده تنزل عليهم الاثنين. هذا استطراق الماء. ولذلك جعلوا ضبط الاستقامات بميزان المية، تجيب ميزان المية وتحطه تشوف المية راح الناحية دي ولا ناحية ولا في ضبط الايه الاستقامات. ففيه استطراق برضه في الحرارة، استطراق البرودة بالماء واستطراق الحرارة. هب أنك في غرفة والغرفة دي كنا في الشتاء والجو ايه سائع، قمت جبت جزوة نار زي ما تجيب المنقد في الفلاحين وتحط، بعد مدة تلاقي الجو بقى ايه بقى حلو ودافئ، انما تجد النار خست لحد ما تبقى رماد. معناها ان رطوبة الحجرة والحرارة بتاعة المنقد حصل بينهم استطراق عشان يبقى الايه الجو واحد. إذن كما أن للماء استطراق كذلك للإيه للحرارة استطراق. طيب امسك بقى أيها الإنسان، أنت جسد ملفوف بجلد، يعني فيه جلد كده عاملك إيه ظرف لك، وحرارتك العامة 37 ما بتختلفش في أي مكان. طيب لكن فيه جوارح لك لا تؤدي مهمتها إلا بحرارة خاصة ملهاش دعوة بال 37، فالكبد يتمرد على 37 دي ويبقى حرارته 40، مش كده يا دكتور؟ 40 النقص عن 40 يبقى، لكن هنا يبقى 9، لأن دي لو سخنت تتسقع العين. الله، طب جلدي واحد، طب ليه ما استصرختش الحرارة دي تروح هنا؟ وقال لك فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، وفي أنفسكم أفلا إيه أفلا تبصرون. يقول لك في نفسك أنت ليك دم والدم سائل الحياة، لما يجي الدم ده زي ما الأطباء يقول لك ده في جلطة اتجلط وهو في مجاريه من الأوردة والشرايين، خلاص يبقى فيه مرض خطير، ويعملوا له بقى أي وسيلة عشان يشوفوا الجلطة دي. طيب فإذا خرج من مجاريه إلى الخارج جرح ولا حاجة، إن ما تجلطش يؤدي إلى إيه مرض. ولذلك مرضى السكر الدم بتاعهم إيه ما بيتجلطش، يوم الجرح بتاعهم يا ما يشتبش يا يصب ببطء قوي قوي. يبقى أنت مقدمه شيء واحد في جسم، إن كان في داخل مجاريه يبقى عايز سيولة عشان ما يتجلطش، ولما يخرج يبقى عايز تجلط علشان إيه علشان يفهم. أهو ده شيء واحد وده شيء واحد. الله، يبقى إذن دي خلقة مش على قوانين، القانون الأعلى ملوش دعوة ما يحكموش شيء، إنما هو ينبت هذه من هذه ويجيب دي من هذه كلها. ولذلك إحنا قلنا طلاقة القدرة في الخلق الأول وطلاقة القدرة في الأشياء كلها. نعم، يبقى فيه أدلة كونية في الكون وفيه أدلة في الإيه أدلة في النفس. وفي الأرض آيات للموقنين، دي أدلة الكون. وفي أنفسكم أدلة الذات أفلا تبصرون، يعني كأنها شيء يجب أن يبصر، يعني مش أن يعلم بأن تكون وسيلة إدراكه البصيرة، كأنه شيء لو أنت عندك كده اتجسد كده حتى يرى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، نعم. ليه؟ لأن ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، فأي شيء ينتفع به يسمى إيه؟ رزق. عقل واسع يبقى رزق، قلب نقي يبقى ده ايه رزق، جوارح كده سليمة ومش عارف ايه رزق، كل حاجة ايه رزق رزق رزق، ما ينتفع به يسمى ايه رزق. قال لك رزقكم في السماء تقديرا ازليا بانه كل حاجة في اللوح المحفوظ مكتوبة وان اردت بقى الحياة المادية اللي احنا بنشوفها دي يبقى في الماء النازل من الايه من السماء، لان به الايه
الحياة اللي تديك استمرار الحياة، بيديك القوت. الحق سبحانه وتعالى يعطينا على أنه لا حجة لمن لم يؤمن به، إما الكون اللي حواليه وإما إيه، وإما نفسه ذاته ونفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل شيء إيه مقدور، كل شيء مكتوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، مش كده، ولا حبة في ظلمات الأرض، ومش كل ذي معلوم عند الحق سبحانه. يبقى إذن أيها الإنسان ما تنشغلش أو بالرزق إلا أن تذهب إلى الرزق مش تخلقه، اذهب للرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، ماشي مش هيجيب، انما انت بس ربنا قال امرك بالسبب، انما هو المسبب يعني. ولذلك نجد في ايه الحج من روح الكعبه اللي راح او شافها واللي ما راحش ربنا يكتبها لنا سوا، يقول لك ايه، انظر مثلا الى السعي بين الصفا وبين المروه، دي هاجر ام اسماعيل رأت ولدها يتلوى من العطش، وإبراهيم تركها في مكان ما فيش فيه مية حتى، والمية هي أول مقام ما فيش فيها إلا الهوى، إنما مية ما فيش. لما جه يمشي قالت له أنت هتسيبنا كده أنا والوليد، ما كان ما فيش مية، الأمر ده ربنا هو اللي قالك عليه؟ إنها نعم. قالت له طب اذهب، لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. يريد الله أن يجعل منها نفسها شاهد على هذه الكلمة، فتروح عطش الولد فتجري إلى الصفا عالي لعلها تنظر شجرة يبقى تعرف أن فيه مية، أو طير رايح هناك تعرف أن فيه مية، أو ناس يدلها على المية. راحت على الصفا بصت ما لقتش، قالت تروح على المروة، راحت على المروة ما لقتش، ما سكتتش، قال لك يمكن ما جاش، ما حدش جه وانا ببص. راح التالي ما لقاش، راح الثالث ما لقاش، السبع اشواط. مقدار جهد المرأة في الحركة، لانك لما تفحص قد ايه من المسافة وقد ايه الرجع وقد ايه تحسبها، ايه ادوب على قدر المرأة. فيأست، اي يأست من ان الاسباب تمدها، لكنها ذكرت قولها إن الله لا يضيعنا، فذهبت مطمئنة إلى ولدها بتطبطب عليه، فالولد حرك رجله وبيعمل كده برجله، فلما ضرب الأرض برجله كده طلعت مية اللي هي زمزم اللي بيقولوا عليها هي. فلما طلعت هتغرقهم، قالت لها زم يعني ادينا على قد الله. إذا نحن لما بنروح نسعى عشان يذكرنا الله سبحانه وتعالى بآية، وهي الآية أن الرزق موجود من الله ولكن السعي مطلوب منك. السعي مطلوب منك، ولذلك إيه الرجل اللي قال مش ربنا بيقول أن تتقوا الله يرزقكم كما يرزق الطير، ما نقعد بقى ويرزقني، قال له يا أخي كملها. قال لك إيه، تاخذوا خماصا وتروحوا فلها غدو ولها رواح. نعم. وفي السماء رزقكم، حكى الأصمعي أنه سار يوما فوجد أعرابيا، هذا الأعرابي قال له أنت من أين؟ قال له من أصمع. قال وماذا ومن أين أتيت؟ قال من المسجد. قال وماذا تصنعون فيه؟ قال نقرأ قرآن الله. قال لله قرآن؟ قال نعم، اقرأ عليه. فقرأ له والزاريات هذه، فلما وصل إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، جاب السيف اللي كان بيصطاد به ومش عارف إيه والبتاع والنبال وراح مكسرها، قال مدام رزق في السماء ومش عارف إيه. ربنا لم يكذب يقينا. بعدين قال الأصمعي فخرجت مع الرشيد اللي هو هارون الرشيد للحج، فلقيت هذا الأعرابي ولكني وجدته مصفر اللون نحيل كده مش عارف ايه راسك كده، فقلت ألست فلان؟ وقال ألست الأصمعي؟
قال نعم. قال ما الذي صيرك كذا؟ اقرأ علي، اقرأ علي ما قرأته سابقا. فقرأ عليه إلى أن جاء إلى هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال زدني. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال له الله، من الذي أغضب الجليل حتى يحلف له؟ ألم ينظروا إلى هذه الأشياء يوم يلجئوا الله على أنه يخصم؟ بقى ربنا بيقسم لهم. فتعجب من أنه إيه. وقالها ثلاثا: من الذي أغضب الجليل حتى لجأه إلى أن يقسم؟ الله. قالها ثلاثا. قال الأصمعي: فوالله ما انتهى من الثالثة حتى فاضت روحه معها. فورب السماء والأرض، شوف كده كلمة رب السماء والأرض، إنه لحق، يعني الرزق موجود في السماء ومعقول ما تخافش. فورب السماء والأرض، وأقسم بالسماء لأن الماء ينزل منها، وبالأرض لأنها تحيا وتنبت النبات، فأدي الأصل. إنه لحق، أي إن رزقكم في السماء لحق، تسجيلا قدريا في اللوح المحفوظ أو سببا مباشرا في إنزال الماء إلى الإيه؟ على الأرض. فورب السماء والأرض إنه لحق، أنا بقول كلام حق، وأحب يجسم لنا الحق. قال مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنك تدرك وتتأكد أنك بتتكلم، تأكد من هذه الإيه؟ تأكد من هذه المسألة. فورب السماء والأرض إنه، أي الرزق في السماء وفي الأرض، إنه لحق مثل ما أنكم إيه؟ فكما لا تشك في أنك تنطق وتتكلم، يبقى إيه؟ ما تشكش فيه، ما تشكش فيه دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كلمة هل دي لازم تكون لإخبار بشيء عجيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بيشجعنا عشان نقول إيه والدين الله. هل أتاك هذا النبأ؟ بيشوق لنا في النبأ، شوق لنا في قصة النبأ، وجابها في سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. وسيدنا إبراهيم كرمه الله بأن قال فيه: إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة دي؟ قال لك لأن خصال الخير وفضائل النفس وزعها الله على الخلق، ما فيش واحد مجمع فضائل، بس أنت لك فضيلة في دي، وواحد تاني له فضيلة في حاجة تانية، والتالت له فضيلة في حاجة تالتة. قال لك ليه؟ عشان يتكاتف الوجود ويتضامن، وإلا لو كان كل واحد وحدة مستقلة استغنينا عن إيه؟ استغنينا عن بعض، يبقى كل واحد فيه إيه؟ ولذلك يقول لك اوعى تحتقر حد، بل إن كنت منصف ساعة ما تشوف واحد دونك في أي شيء، يعني في اللباس ولا في قول يا ترى أنت الفضيلة اللي فيك إيه عشان تعوض الحكاية دي، وين لا أشغل أغبر ولا عندكش حاجة، يا ترى إيه الفضيلة اللي فيك اللي أنا واخد فيها صفر وأنت واخد فيها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقرن طاعة ما، ما تمشوا إيه يعني دي. فإن الله قد غفر لرجل لأنه سقى كلبا، وسقى كلب مش مكان معاه دلو يجيب له ميه، ده ما لقاش دلو فخلع الخف بتاعه بقى يملى الميه فيه ويسقي الكلب، والكلب ده طبعا اخلاص في العمل البر، لا هينفقه ولا هيعملها رئاء ولا حد شايف ولا اي حاجه. اخفى ايه رضاه في ايه؟ فلا تحتقرن طاعة ما، واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية ما. اوعى تقول ودي ايه ده بسيطة دي. نعم. فإن الله قد أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشاش الأرض. التالتة ايه بقى دي مهم من القياس الاجتماعي: وأخفى أسراره في خلقه.
فلا تحتقرن عبدا ما. الإمام علي بيقول ساعة ما تشوف واحد أدنى منك في شيء تحسر إنك أنت ما تعرفش الفضيلة اللي فيه اللي خلته يبقى أحسن منه. لو عرفت دي لعرفت إن ما فيش حد ابن ربنا، وعرفت إن ربنا ملوش ولد عشان يدلله، وما دام ملوش ولد عشان يدلله يبقى كلنا سواء، بس هو بعطر الفضائل والمواهب في الخلق جميعا عشان نبقى محتاجين لإيه. ولذلك هناك الآية هناك من الشيطان الرجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يسخروا. إن من حكمة الحق إنه لم يجعل قضاء مصالح الكون تفضلا من الناس، ما قالش هطلعكم كلكم أغنية وبعدين تبقى الأعمال الحقيرة توزعوها على بعض، يقول لك لا مش عايزها تفضل، ده عايزها حاجة. لأن اللي بينزح البكابورت ما كانش عنده عيال عايزين ياكلهم، ما كانش وسخ نفسه الوساخة دي. ولذلك لما يبتدي بقى يعني يجيله ترند كده ويعمل مش عارف برضه يظل في الايه؟ يظل في العملية لأنها سبب الرزق بتاعه. يبقى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فلو تساوينا تبقى مصالح العباد ايه؟ مصالح العباد. ولكن هل تدوم هذه؟ لا، دول بقى مرة ايه ده ينترفع ومرة ده ينخفض ومرة مش عارف ايه. تلك الايام نداولها ايه؟ بين الناس. تلك الايام نداولها بين الناس. هنا بقى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ يبقى كلمة هل اتاك تشويق للخبر. ولذلك يقول لك هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل اتاك نبأ مش عارف ايه؟ الله، يبقى كل هل دي تدل على ان الخبر ايه؟ يجب ان تعرفه وتحرص عليه. هل اتاك ايه؟ حديث اي الشيء المتداول، لانه بقى يعني بيمثل حقيقه او حكمه فالناس بتداوله في الكلام. ضيف ابراهيم، كلمه ضيف مفرده زي ما بيقولوا اللغويين، وجمعها ضيوف او اضياف. فإذا كلمة ضيف تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين وتطلق على الجمع. الله، ليه الحكمة في كده؟ لأن الضيف هو الذي استدعيته إلى بيتك، خلاص، أو جاء لك فصار ضيفا. افرض أن واحد فهمناه، افرض أن اثنين أو أكثر من اثنين، إياك أن تفضل واحدا في الضيف على الآخر، كلهم في حفاوتك واحد، فكأنهم شخص، كأن الجميع ده شخص واحد، ما تميزش واحد عن ذا كسر الخاطر حتى في المجلس حتى في النظر. ولذلك يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ينظر إلى كل واحد حتى لا يرى واحد أنه أحب إلى قلب رسول الله. ده بيبص لي كتير، لما يقول ده بيبص لي بيعمل مركز قوة بقى، حتى كل واحد يظن ان ما فيش من المجلس الا ايه؟ الا هو ضيف ابراهيم. ولذلك المفرد ده اللي بيدل على الجماعه جاء في كتاب الله في هذه السوره وجاء في ايات اخرى. ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم، هذه واحد، او بيوت ابائكم، هذه الثانيه، خلاص، او بيوت اعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم، ما قالش أصدقائكم بقى، كله مجمع، الآباء الأعمام الأخوال الخالات، إلا هذا أو صديقكم. دي تشعر بأن الأصدقاء لواحد يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد لا لكل واحد هوى، لكنهم إيه؟ مش ده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل لي كذا، وده صديقي عشان بيعمل له كذا. لا، لازم تكون وحدة الصداقة إيه؟ واحدة، وأنهم يتعاونون في أمر الله، وأمر الله لا اختلاف فيه، الجماعة كأنها إيه؟ ولذلك يقول لك على قلب رجل إيه؟ على قلب رجل واحد. يبقى ضيف يعني ايه؟ اضياف. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ وبعدين قال ايه؟
المكرمين. المكرم هو الذي يقع عليه الكرم والكرامة من غيره، واللي بيعملها يبقى مكرم، واللي وقع عليه يبقى ايه؟ مكرم. يبقى هم وقع عليهم انهم ايه؟ مكرمين. اللي اكرمهم مين؟ ده معنى ايه؟ في خلقة الله لهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ايه؟ يفعلون. او مكرمين من الخلق اللي يعرفون. ابراهيم لما جه عمل ايه؟ اولا خدمهم بنفسه مش بعبيده، وجعل امرأته تشارك ايضا في الخدمة، والمرأة مستورة ده وما لهاش دعوة بالله، وبادر الى تحيتهم. ومش بادر الى تحيتهم بالامر الحاضر يعني اللي موجود ياكلوه، تقام بايه؟ جاب ايه؟ بعجل إيه؟ مرة يقول سمين وقراءة يقول بعجل حنيس. سمين عشان يقول يورينا ايه؟ عظمته في ذاته. سمين مش هزيل، مش معظم. طب كويس. وحنيز يعني ايه؟ قال لك هو سمين في تكوينه وحنيز في طريقة طهيه. والحنيز هو الذي يشوى على النار المحماة، خدت بالك، ودهنه ايه؟ حتى يقطر ماؤه في الشواء. يبقى يعني كويس سمين، وهنا طريقة طهي وايه؟ حنيز. يبقى ده منتهى الايه؟ الاكرام. يبقى ابراهيم اكرمهم بنفسه، خدمهم بنفسه، واشرك امرأته في ايه؟ في خدمته. وبعدين ايه؟ راغ الى اهله. لان الضيف لما يكون انت ما يجي لك كده وبعد ذلك تيجي تقوم ساعه ما يقعد كده تقوم يقول لك انت رايح فين؟ والله ما انت قاعد. فراغ الى اهله يعني زاغ. راغ يعني هي معناها الفلاح زاغ، مال الى الشيء خفيه بحيث لم يطرح، زي لوازن تسلل لوازن يعني ما حدش رايح يعني فين. يبقى قام كده بسرعه علشان ايه؟ طب وليه ما قامش كده؟ قال لك ربما يقولوا رايح تعمل ايه؟ مش عايزين حاجه، اتفضل اقعد بس مش عنا. فراغ الى اهله فجاء بعجل مره سمين، وبقى بعجل ايه؟ بعجل حنيز، يدل على ذاته انه يعني سمين ملظلظ، ويدل على طريقه ايه؟ فقربه اليه قال ألا تأكلون؟ شاف ما يقبلوش على الأكل كده، تأكلوش؟ ألا تأكلون؟ أو عرض على أن يأكلوا؟ ألا تأكلون؟ لما ما كلوش أوجس منهم إيه؟ قال لك لا، ده ناويين على بقى إيه؟ ما على شر يعملوه فينا بقى. كلمة فأوجس منهم خيفة، الآية دي بتقول فأوجس منهم خيفة. أوجس يعني في نفسه خاف منهم، لكن في آية ثانية أخرج الإيجاس اللي في نفسه لا كلام، إنكم منكرون، قوم منكرون. جاء في نفسه أولا ثم نطق به إيه؟ نطق به ثانيا. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده احنا جايين لك ببشرة حلوة، بغلام عليم يعني إيه؟ مراته بقى يعني ما كانتش بتخلف، اللي هي سارة الأولى يعني. بشروه بإسحاق ومنه. فلما بشروه بإسحاق غلام، وكلمة عليم أنه سيبلغ مبلغة يقال فيها أنه بقى عالم يعني ما يخص هو صغير، بشروه بغلام عليم. المرأة خدت من هذه المسألة إزاي تولد إزاي وهي يعني عقيم والرجل الكبير برضو مسك المسألة بأسباب البشر، مش ماسكها باسباب القدره الايه؟ العاليه. صكت وجهها. الصك هو ضرب شيء بعرض الكف بصوت بحيث يسمع الصوت. صكت وجهها. امتى دي المراه تصك وجهها؟ لنبأ يفزعها او لنبأ تتعجبه. ولذلك يا ويلتها الد وانا عجوز، ازاي الد وانا عجوز؟ فأقبلت امرأته في صرة. الصرة هو الصياح الشديد،
الذي يدل على انفعال في الوجدان يجعل اللسان يفزع في النوم. بلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم، كيف قال وأنا عجوز عقيم؟ فردوا عليها إيه؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. كلمة كذلك قال ربك وردت في القرآن في أشياء متعددة، يعني في شيء يصنعه الله على خلاف ما اعتاد الناس من الأسباب والقوانين. سيدنا زكريا لما قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وبعدين بلغ من الكبر وقال بلغت من الكبر عتية، وهي قالت انا عاقر ازاي الرجل بلغ من الكبر عتية وانا مراتي عاقر ازاي تيجي؟ فرد على كذلك قال ربك، وما دام هو قال يبقى واقع امر يبقى امر واقع. وبرضه اتقالت مع مريم لما بشرت بايه سيدنا عيسى، قالت ولم يمسسني بشر. طب ومن قال لك بقى انك لم يمسسك بشر؟ هو اللي قلنا ما بيبشروك طب وانت فهمتها لم يمسسني بشر؟ يمكن هتتجوزي زي ما انت كنت مخطوبه، يمكن هتتجوزي وتولدي، ايه اللي قالك لم يمسسني بشر ده؟ قالت هي فهمتها بالفطنه بالنورانيه اللي مشرقه فيه، لانه لما قالوا بشرك بعيسى ابن مريم والانسان انما ينسب لابيه، فلما نسب اهل امه قالت يبقى مالوش اب، ازاي يحصل الحكايه دي؟ يبقى شوف الفطنه في الايه. كذلك قال ربك انه هو الحكيم، حكيم يعني يضع الشيء في في موضعه، والعليم لانه عليم بانه حين يامر بشيء الشيء يطيعه، ولو لم يعلم هذه ما كانش يامر اشياء، يبقى بيامر الاشياء على معنى انه يعلم. ولذلك هتقراها هناك في اخر واذنت لربها وحقت، اذنت يعني يدوب سمعت منه اللي هو عايزه وحق لها ذلك. والى لقاء اخر ان شاء الله.